فيلمنا بيبدأ في ولاية ترانسلفانيا مع الكلب فانج، وهو بيتسلل لبيت من البيوت وبياكل جيلي أحمر، وفجأة بتشوفه صاحبة البيت وبتتخض منه جدا، فبيغمز لها الكلب وبيمشي من البيت بهدوء، وبيرجع لبيته اللي بيكون عايش فيه مع راجل عجوز، واللي بيقول لفانج إنه عاش معاه طول عمره ومش عارف من غيره كان هيعمل إيه وبيموت، وبيبقى كأن الكلب سمع وفاهم كلامه وبيقعد على رجله وهو حزين وبيحس بموته. وفي مدينة تانية بيتنقل آيس مع مامته سوزان لمدينة جديدة واللي بتكون مدرسة موسيقى، وده بعد ما بيجي لها فرصة تدريب في مدرسة هتتقفل، وبيبقى الحل الوحيد إنها تخلي المدرسة تكسب مسابقة للموسيقى عشان تكمل. وبيبقى آيس حزين جدا انه هيبقى الولد الجديد في المدرسة وهيعاني من التنمر ومش هيقدر يتعرف على ناس جديدة بسهولة، فبتحاول الام تخفف عنه، وبيكونوا العمال بينقلوا حاجاتهم للبيت، فبيشوف آيس العامل وهو شايل شنطة كبيرة فبياخدها منه بسرعة، فبتعتذر الام للعامل وبتقول انه بيخاف على الدرمز بتاعه جدا، وفجأة بيشوف آيس بنت معدية بالعجلة بتاعتها وبيفضل يبص لها وبيسرح فيها لدرجة انه بيقع هو الدرمز، وبيبقى شكله مضحك جدا. وفي البيت بيلعب آيس على الدرمز وبيكون موهوب جدا، فبتطلع له الام اللي بتبقى بتدعمه جدا بس بتقول له انه لازم يخلي باله عشان الجيران، وبتقوله ينام بدري عشان اول يوم ليه في المدرسه بكره. وفي تاني يوم بيجهز ايس ومامته للمدرسه، وبتبقى نفس المدرسه اللي الام هتشتغل فيها هي اللي ايس فيها، وبتقول الام انهم يمشوا سوا، بس ايس بيقول لها انها تروح لوحدها احسن، وبتبقى مفكره انه مش عايز صحابه يشوفوا ان مامته بتوصله، فبيقول لها انه مش عايز يبقى مصدر احراج ليها، وده لانه هيبقى ابن مدرسه الموسيقى اللي بيتكسف يعزف قدام الناس. فبتقوله سوزان انها فخوره بيه وان اي مغني او عازف مشهور بيبقى عنده في الاول رهاب من الجماهير، وبتقوله انه هيقدر يعدي المشكله دي بالتدريب. فبيفرح ايس بكلام مامته وبيقرر يروح معاها، وبيوصلوا المدرسه مع بعض وبيلاقوا الباب اتقفل، فبتيجي نفس البنت اللي شافها راكبه العجله واللي اسمها سكايلر وبتفتح لهم الباب، وبتقول لهم ان اول ما الجرس بيرن باب المدرسه بيتقفل، وبيدخلوا كلهم لاوضه الموسيقى، وبتلاقي سوزان مدرس الموسيقى الجديد وهو بيزعل الاطفال وبيقول لهم ان ادائهم سيء جدا، وبيبقى مش عارف ينظم الموسيقى ما بينهم وبيكون صوتهم مزعج جدا، فبتتدخل سوزان وبتقول لهم ان حتى لو ادائهم سيء فهم هيقدروا يحسنوه بالتدريب، فبيتريق المدرس عليها وبيقول لها انهم فشلوا وهيفضلوا كده، وبيعرف المدرس التلاميذ عليها، فبتقول لهم ان ايس ابنها، وبيسالوا المدرس عن الحاجه اللي بيعزفها وبيعرف انه بيعزف درامز، فبيطلب منه يوريهم موهبه ابن مدرسه الموسيقى، وبيخلي الطفل اللي قاعد على الدرامز يقوم وبيقعد ايس مكانه، وبيبقى خايف جدا وقلقان بسبب الرهاب اللي عنده، بس مامته بتشجعه وبتفضل تبص له، فبيبدا ايس عزف لكن فجاه بيقع على ظهره، وبيبقى الاطفال بيصوروه وبيفضلوا يضحكوا عليه ما عدا سكايلر اللي بتكون حزينه جدا. وبيرجع ايس للبيت وبيلاقي الفيديو بتاعه انتشر في كل حته، كل المدرسه بتعرف اللي حصل، وبتحاول مامته تخفف عنه وبتقول انها مشكله وهتعدي وكل اصحابه هيعرفوا ان ولد موهوب جدا. وفجاه بيجي خبر لسوزان ان ابو جوزها مات، واللي بيطلع نفس الراجل العجوز اللي مع الكلب، وبيكون الجد كتب لايس ان الكلب يروح له، فبيستغرب ايس ان جده سايب له كلب، وبيبقى متضايق انه مضطر ياخد باله من كلب عجوز واللي شويه هيموت. وفجاه بيرن جرس الباب وبيلاقي ايس ان الكلب جه في صندوق شكله خشب غريب، فبيحاول ايس يخليه يخرج بره بس ما بيرضاش، فبتجيب سوزان ميه وبتقول للكلب لو هو عطشان ممكن يخرج وان ده بيته الجديد، فبيخرج الكلب وكانه فاهم الكلام وبيدخل البيت معاهم، وبيبقى تصرفاته غريبه وبيفضل يبص لايس طول الوقت، وبيجي ميعاد النوم وبيطلع الكلب على سرير ايس وبيفضل يبص له، فبيسال ايس مامته لو الكلب هيفضل باصص عليه طول الليل، فبتقول له ان لسه مش متعود على مكانه الجديد ومسيرهم يبقوا صحاب، فبيتريق ايس وبيقول لها انه هيبقى صاحب كلب عجوز. وفي ولايه ترانسلفانيا بتبقى الست العجوزه طلعت في التلفزيون وبتحكي مواصفات الكلب اللي شافته، وبيكون في دكتور التجميل بتعمل تركيبات غريبه ترجع بيها الشباب، وبتجرب تركيبه منهم على المساعد بتاعها قدام الكاميرا عشان الناس تشتري منها، وبتحط الكريم على وش المساعد وبيقول لها انه حاسس ان وشه بيتحرق، فبتقول له ان ده مفعول التركيبه، بس بيقول لها فعلا وشه بيتحرق وبيجري بسرعه يحط عليه ميه، فبتحاول الدكتوره تلحقه وبتقول له انها لسه ما تعرفش فعاليه التركيبه مع الميه، وبيبص المساعد في المرايه بيلاقي بقع حمراء في كل حته في وشه وبيكون شكله مضحك جدا، وبتشوف الدكتوره الست العجوزه وهي بتحكي عن الكلب وبتعرف ان هو ده الكلب الاسطوري اللي الكتب بتحكي عنه، واللي بيكون حمضه النووي بيستخدم في تركيبات ترجع البشره لشبابها، وبتقول ان هو ده الكلب الفامباير او مصاص الدماء، فبتامر الدكتوره المساعد بتاعها انه يدور على الكلب باي طريقه، وبيقدر المساعد يعرف ان صاحب الكلب الاصلي مات، وبيعرف مكان بيت ايس وبيروح لهم مع الدكتوره، وبيقعدوا يخططوا ازاي يدخلوا البيت، فبتقرر الدكتوره انها تتاكد الاول من وجود الكلب، فبتدخل جنينه البيت وبتبص من شباك المطبخ وبتلاقي الكلب قاعد وبياكل من الجيلي اللي في الثلاجه، وبتتاكد ان هو الكلب اللي هي عايزاه، وبتقرر انها تقتحم البيت في يوم وتخطف الكلب. وفي تاني يوم الصبح بيستعد ايس للمدرسه وبيسال مامته عن مكان يحط فيه الكلب، فبتقول له انه ممكن يربطه في الجنينه ويحط له ميه، وبيسيب ايس فانج في الجنينه وبيروح المدرسه، وهناك بيلاقي كل الاطفال بيضحكوا عليه وهم بيتفرجوا على الفيديو بتاعه، وبيبقى حزين جدا وبيطلع السندوتشات بتاعته، وبتبقى مامته كاتبه له على الكيس انها بتحبه، فبتتنمر عليه شله بنات، وبيبقى من ضمن الشله دي سكايلر، واللي بتبقى متضايقه من اللي بيعملوه بس بتبقى طيبه جدا وهاديه ومش عايزه تخسر صحابها. وفي اوضه الموسيقى بيبقى ايس واقف بيلعب حاجه تانيه غير الدرامز اللي فشل فيه، بتقول سوزان للطلاب انهم يقسموا نفسهم مجموعات بتعزف الات مختلفه عشان يبداوا تدريب، وبتعرض سكايلر على ايس انه يبقى في الشله بتاعتها، فبتقولها صاحبتها المتنمره انها اكيد بتهزر وبتخلي ايس شكله وحش، فبيفضل لوحده من غير شريك، وبتبص له سكايلر وهي حزينه انها مش عارفه تبقى جنبه.
وبيرجع قايس البيت وهو متضايق وبيفضل يعزف على الدرامز بصوت عالي، وفجأة بيفتكر انه ساب الكلب في الجنينة فبيجري بسرعة عشان يدخله وبيلاقيه نايم تحت الكرسي في الظل، فبيدخله معاه البيت وبيسأله بكل عفوية لو عايز يشرب او ياكل حاجة، بس فجأة الكلب بيرد عليه وبيقول انه عايز جيلي، وبيبقى قايس مش مصدق نفسه وبيسأل الكلب تاني، فبيتكلم معاه الكلب وبيقول انه زعلان انه سابه في الشمس وبيقول له ما يعملش كده تاني، فبيتخض قايس اكتر وبيغمى عليه، فبيجر فانج لقطه وبيصحى قايس وبيقول لنفسه انه حلم ان الكلب بيتكلم، فبيتكلم معاه فانج تاني وبيعرف قايس انه ما كانش بيحلم، وبيحكي فانج قصته وبيقول انه كلب فامباير او مصاص دماء وانه عايش من 500 سنه مع عيلتهم، وانه كل ما حد يموت بيسلمه للي بعده، وبيقول انه عشان ما يتحولش لمصاص دماء شرير لازم ياكل كل يوم جيلي فراوله عشان ما ياكلش اللي حواليه، وبيخلي قايس يساعده انه يخرج التابوت بتاعه من الصندوق الخشب واللي بيبقى بينام فيه، وبيبقى الكلب عنده قدره سحريه وبيخلي التابوت يكبر عشان يبقى على مقاسه، وبيلاقي فانج اوضه قايس متبهدله جدا فبيقرر يوضبها بنفسه، وبيبقى سريع جدا لدرجه انه بيخلص الاوضه في اقل من 5 ثواني وبينبهر قايس بيه، وفجاه بيسمع قايس صوت مامته فبيقول انه ما يتكلمش قدامها، وبياخده بيقول لمامته انه هيتمشى مع الكلب شويه، وبيقعد قايس مع فانج في مكان بعيد وبيحكي له قايس عن اللي حصل معاه في المدرسه، وعلى الناحيه الثانيه بتشوفهم شله المتنمرين صحاب سكايلر وبيقولوا عليه انه غريب ومجنون، وبيقولوا ان قايس وحيد لدرجه انه بيتكلم مع الكلب بتاعه، وبالليل بتستعد الدكتوره مع المساعد بتاعها عشان يسرقوا الكلب، وبيخرج المساعد وهو معاه جزله سلكي، وبتبقى الدكتوره بتراقب الطريق وبتقوله من خلال اللاسلكي عشان لو حد جه، وبيبقى المساعد غبي جدا لدرجه انه لما بيخرج من العربيه بيقولها باللاسلكي، ولما بيمشي شويه بيقولها انه ماشي، وبيوصل المساعد للبيت وبيرن الجرس مع انه المفروض يقتحم المكان اصلا، وما بيلاقيش حد بيرد عليه، فبيكلم الدكتوره في اللاسلكي وبيقولها ان الجرس بايظ، فبتزعله وبتقوله انه المفروض يدخل البيت على طول وبتبقى هتتشل منه، وفي البيت بيحس الكلب حركه بره البيت، فبيبص من الشباك وبيلاقي نفس الاثنين اللي كانوا بيراقبوه وهو بياكل جيلي، فبيقرر يلعب معاهم، وبيبقى سريع جدا لدرجه ان محدش بيقدر يشوفه وهو بيتحرك، وبيقف جنب المساعد وهو بيفتح الباب اللي فجاه بيتخض لما بيشوفه، لكنه فجاه بيختفي وبيفكر المساعد انه بيتهيأ له، لكن فانج بيفضل يظهر ويختفي عشان يخلي المساعد يتجنن، واول ما المساعد بيقدر يفتح الباب يخطف فانج هدومه فبيترعب وبيطلع يجري على العربيه، وبيجري الكلب وراه وبيعمل حمام على سلوك العربيه فبتنفجر فيهم وبتبوظ، وبيرجع البيت وهو مبسوط، وفي ثاني يوم بيطلب فانج من ايس ياخده معاه للمدرسه، فبيوصل ايس للمدرسه من بدري وبيلاقي اصحاب سكايلر المتنمرين، فبيستغرب انهم جايين المدرسه بدري، فبيقولوا له انهم جايين عشان برنامج الموسيقى، فبيفرح ايس جدا لانه بيكون مفكرهم مش عايزين المدرسه تقفل، فبيقولوا له انهم عايزين يتشهروا ويظهروا في التلفزيون انهم اللي انقذوا المدرسه والناس تكتشف مواهبهم، وبيتريقوا عليه انه عمره ما هيبقى مشهور عشان بيتكسف يعزف قدام الناس وبيمشي، وبيتضايق ايس من كلامهم وبيسيب فانج في الخزنه بتاعته عشان محدش يشوفه، فبيوصي فانج انه لازم يجيب له جيلي كمان شويه، وبيدخل ايس لحصه العلوم وبيطلب منهم المدرس يختاروا شريك، وما بيفضلش في الفصل كله غيره هو وسكايلر، فبيشاركوا بعض، وبتبقى سكايلر عبقريه لدرجه انها بتخلص التجربه بتاعتها بسرعه جدا، وبينبهر ايس وبيبقى معجب بيها، وفي مكتب المدير اللي بيبقى نايم طول اليوم بتدخل عليه دكتوره التجميل، واللي بتبقى من مصلحتها ان المدرسه تتقفل وتتباع عشان تفتح مكانها مركز تجميل كبير، وبتساله عن قراره فبيقولها المدير انه لسه بيفكر، فبتطلع له فلوس كتير وبتخليه يوافق على طول، وبتساله عن ميعاد قفل المدرسه فبيقولها انه لسه ما تحددش وان لازم مجلس الاداره ياخد قرار انها مدرسه بدون مواهب، فبتلاقي الدكتوره اعلان عن مسابقه موسيقى فبتساله عنها لانها ممكن تعطل شغلهم، فبيقولها انه هيحاول يخليها تفشل باي طريقه، فبتهدده انه لو ما نفذش كلامه هتقطعه شرايح زي الفراخ وبتمشي، وفي قاعه الاكل بيقعد ايس مع سكايلر اللي بيبقى اصحابها المتنمرين متضايقين لانها قاعده مع شخص غريب وفاشل، فبتقوم واحده منهم وبتوقع العصير على رجل ايس وبتخلي سكايلر تقوم معاها، وبتضايق منهم سكايلر وبتقول لهم انها مهتمه بيه، فبيفضلوا يتريقوا عليها وما بتقدرش سكايلر ترد لانها بتبقى خايفه يتنمروا عليها معاها، وبتسكت، وبيدخل ايس الحمام وبيحاول ينظف هدومه، وفي خزنته بيكون فانج جعان جدا وعايز ياكل جيلي، فبيقرر يكسر باب الخزنه وبيدخل لقاعه الاكل وبيفضل يتحرك بسرعه كبيره جدا وبيبوظ الاكل بتاع كل الطلاب عشان يدور على الجيلي، وبيبقى الطلاب خايفين جدا من سرعته، وبيدخل فانج اخيرا للمطبخ وبياكل الجيلي وبيرجع تاني للخزنه، وفي طريقه بيقابل ايس اللي بيساله هو كان فين، فبيحكي له فانج اللي حصل، فبيساله ايس طب حد شافك، ففانج بيطمنه وبيقول له ان الحمد لله المدرسه كلها شافته، فبيزعله ايس وبياخده وبيمشوا، وبتجري سكايلر وراه وبتحاول تعتذر له لكنه بيبقى متضايق منها ومفكر انها متفقه مع اصحابها، وفجاه بيتكلم فانج اللي بيكون ايس حاطه في الشنطه، فبتساله سكايلر عن اللي معاه في الشنطه، فبيحاول ينكر لكنها بتخليه يفتحها وبتلاقيه كلب وبيتكلم، فبياخدها ايس معاه البيت عشان يفهمها، وبتبقى سكايلر مش مصدقه وبتفكر ان ايس بيطلع صوت من بطنه وبيبين ان الكلب هو اللي بيتكلم، فبيحكي لها الكلب عن الماضي بتاعه وبيوريها صورته، وبيقولها ان الجد الكبير لايس كان بيحارب جيش مصاصين الدماء وقائدهم فلاد، واللي لما بيهجم على جد ايس وبيبقى هيعضه ويحوله لمصاص دماء بيمنعه فانج وبياخد العضه بداله وبيتحول لمصاص دماء، وان من وقتها وجد ايس وعده انه هيخلوا عيلته كلها تحميه، بس بيقول هو متاثر ان كان نفسه يعيش زي اي كلب عادي، فبيزعل ايس عليه وبيقول انه بطل لانه انقذ صاحبه، وبالليل بيناموا هما الاثنين سوا وبيبص ايس على صوره باباه، فبيحاول فانج انه يواسيه، فبيقول لايس انه مش زعلان لانه كان اب كويس، فبيقول له فانج انه كويس عشان جاب ابن كويس زيه، وبيفرح ايس بكلامه وبيقول انه مش وحش وانه كلب بطل.
وبيناموا، وفي تاني يوم بتعمل سكايلر بدله مخصوصه لفان، وده لانه ما بيقدرش يمشي في الشمس، وبتاخد منه عينه من لعابه عشان تحللها في المعمل، وبيروحوا مع بعض المدرسه، وبياخد ايس فانج معاه للمدرسه، واللي بيقول له انه لازم يطلب من سكايلر انه يخرج معاها لانه باين عليه معجب بيها وبيشجعه. وفي المدرسه بيشوف المدير ابن اخوه اليكس وبيساله عن مستواهم في برنامج الموسيقى، وبياكد عليه انه يعمل زي ما طلب منه، فبيوافق اليكس وبيمشي. وبيبقى اصحاب سكايلر المتنمرين بيتمرنوا على الاداء اللي هيقدموه في الحفله، وبيشوفهم ايس وبيقول لاليكس اللي بيبقى بيلعب درامز ان في حاجه غلط في عزفه، فبيتريق عليه اليكس انه اصلا يتعلم يعزف وبعدين يقعد مكانه. وبعدها بيبان انه بيلعب في الجهاز المتوصل بالدرامز، وده عشان يخلي المسابقه تفشل زي ما المدير قال له. وبيبقى ايس بيدور على سكايلر عشان يعترف لها انه معجب بيها ويخرج معاها، وبيبقى اصحابها المتنمرين كمان بيدوروا عليها لانها ما حضرتش التدريب معاهم، وبيلاقوها في معمل العلوم وبيفضلوا يتنمروا عليها انها دايما في المعمل، وانها كانت زمان الكل بيتنمر عليها بس خلوها تبقى في الشله بتاعتهم، وانها نكره للجميل. فبيضايق سكايلر من كلامهم، وبيدخل ايس وبيطلب منها يتكلموا لوحدهم، بس اصحابها بيقولوا له يتكلم قدامهم، فبيقول سكايلر انه عايز يخرج معاها، وبتبص سكايلر لاصحابها اللي هيسيبوها لو خرجت معاه، فبترفض وبتحرجه، وبيضايق ايس منها جدا وبيسيبها وبيمشي، وبيروح يدور على جيلي عشان فانج ياكله. وبتبقى الدكتوره ومساعدتها اشتروا كل الجيلي اللي في المدينه عشان يضطر فانج يروح لهم، وبيكونوا مراقبين ايس وبيعرفوا ان فانج في المدرسه، وبيدخلوا المكان قريب منها وبيعملوا حله كبيره مليانه جيلي، وبيحط قدامها مروحه عشان الريحه توصل للمدرسه ويشمها فانج. وبيروح ايس لفانج وبيقول له انه مش لاقي اي جيلي، بس فانج بيكون شامم ريحه الجيلي وبيجري عليها، وبيروح ايس وراه. وبيوصل فانج وبيلاقي قدامه الدكتوره والمساعد بتاعه وبيحاول يهرب منهم، بس فجاه بياخدوا عامل النظافه عشان يحطوا مع الكلاب المشرده، وبيوصل ايس وبيتحايل على العامل عشان يسيب كلبه، بس بيلاقي الدكتوره بتقول ان ده كلبها، وبيبقى العامل مش عارف يصدق مين، فبياخد الكلب وبيمشي. وبيعرف المدير ومامه ايس اللي حصل، وبيزعقوا لايس لانه جايب معاه كلب للمدرسه، وبتروحوا الام للبيت وبيحاول يقول لها ان فانج كلب مميز وانه محتاجه، لكنها بتقول انه متعاقب وبتمنعه يخرج من اوضته. فبيسالها عن الحفله اللي هتكون بالليل، فبتقول انها كانت هتطرد من المدرسه بسببه، وهو كمان كان هيترفض وانه مش هيروح الحفله. فبيزعل ايس اللي بيكون حاسس ان مامته مكسوفه منه ومش عايزه الحفله بتاعتها تفشل والمدرسه تتقفل، وبيفضل قاعد مكانه. وبيبقى فانج في اوضه الكلاب المشرده وبيحاول يخرج، فبيتصل برقم البيت وبترد عليه سوزان وبيقول لها انه فانج، فبتفكره حد بيعمل مقلب فيهم وبتقفل في وشه الخط، وبتقول لايس اللي حصل وبتمشي. وبتيجي سكايلر بعد ما حللت عينه فانج، وبتطلع لايس وبتقول انها تقدر تخلي فانج يعيش زي اي كلب عادي، وانه هيقدر يخرج للشمس كمان. فبيفرح ايس جدا باهتمامها وبيسامحها، وبتبقى ايس سابت شلتها المتنمره، وبتقول لايس انها مش هتفضل مع ناس مش متقبلينها زي ما هي. وبيحاول ايس يتصل بفانج، فبيرد عليه وبيقول انه في مشكله وان في ناس عايزه تخطفه. وبيبقى الدكتوره والمساعد بيحاولوا يدخلوا الاوضه اللي فيها فانج واللي بتبقى مقفوله بالمفتاح، فبيروح ايس وسكايلر بسرعه عشان ينقذوه، وبيقدر فانج انه يعمل تنويم مغناطيسي للدكتوره والمساعد، وبيخليهم يفكروا انهم كلاب وقطط، وبيفضلوا يعملوا حركات الكلاب والقطط، وبيبقى شكلهم مضحك جدا. وبيوصل ايس وسكايلر وبيشوفوا الدكتوره والمساعد بتاعهم وهم في الارض، فبياخدوا فانج معاهم وبيروحوا عشان يتفرجوا على الحفله الموسيقيه، وبيقعدوا في الكواليس عشان محدش يشوفهم. وبتفوق الدكتوره والمساعد بتاعها وبيعرفوا انهم اكيد هيحضروا الحفله، وفي الحفله بيجي الدور على مدرستهم، وفجاه بيقوم المدير وبيقول لهم ان المدرسه بتغش، وبيطلع الجهاز المتوصل بالدرامز واللي بيكون متوصل بالكمبيوتر، وبيقول ان اليكس ما بيعرفش يلعب اصلا. وبتقرر اللجنه تحول المدرسه للتحقيق، فبتحاول سوزان تقنعهم انهم يجيبوا حد بديل لاليكس، فبيوافقوا. وبيفضل فانج وسكايلر يشجعوا ايس انه يستغل الفرصه ويكسر خوفه، وبيخرج ايس للمسرح وبيبدا في العزف، وبيبقى عزفه حلو جدا لدرجه ان باقي الفرقه بتوقف عزف عشان تتفرج عليه، وبيتفاعل مع الجمهور جدا وبيقوموا يرقصوا وهم مبسوطين. وبتعلن اللجنه ان المدرسه مش هتقفل لانها من المدارس الموهوبه، وبيرفضوا المدير بعد ما بيعرف ان هو السبب. وبتبقى سكايلر بلغت الشرطه ان في اتنين بيراقبوهم، وبتوصل الشرطه وبتقبض على الدكتور والمساعد اللي بيعترف لهم بكل حاجه بسرعه. وبتكون سوزان فخوره جدا بايس وبتقول له ان باباه اكيد فخور بيه، وبيفرح ايس انه قدر يتغلب على خوفه وسكايلر اللي قدرت تلاقي نفسها وتكون مع حد شبهها. الفيديو ده كتبته مريم ابراهيم وسجله محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، ومنتجه محمود طاهر. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدراميه، وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه، وفولو لصفحه هكونا مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الانمي والكرتون. سلام.